اهلا بالعروض القويه في بيت الواسط للفضيات والهدايا والعطور والكميم والمصاره العمانيه. اهلا بكم بالفضيات القويه والعروض القويه، الفرع الاول في محافظه مسقط شارع الحيل الجنوبيه، والفرع الثاني في ازكي. فقط ترسل على الواتساب يجيك اللوكيشن، والتوصيل وش ابوي؟ مجانا. أول مرة يعملوا هالعروض من 2016، ما سووا هالعروض على الفضيات الثقيلة. شغل عدل، شغل مرتب يا جماعة. إلى 1/3/2022 هالعروض، الحق ما تلحق. بنصور لكم حاجة حاجة، ركزوا خواتي. حين فرصتش رواتب نازلات، خلي زوجش يهديك. ركزوا معاي على الفضة، الفضة العيار الثقيل. هذا الطقم كله 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 مع بعض، مع الخاتم، مع الشغاب، مع القلادة، من أصل 25 صار كم؟ 21 ريال، يشمل الفرعين إزكي ومحافظة مسقط، والتوصيل أيضا في كتيب ضمان سنة على كل حاجة، تغير اللون، الكسور، كل حاجة يشمل هذا الضمان. أيضا هذا الطقم من أصل 25 صار 21 ريال. تستاهل أختك، تستاهل أمك الشيخة، الزوجة تستاهل. كم بصور لك الأطقم معاهم ما شاء الله تبارك الله. خواتي بس رسلوا على الواتساب، استفسروا فرصة إلى 1/3/2022. ما باقي شيء، نهاية هالشهر الرواتب نازلة، الخواتم الفضة النسائية كلها موجودة، الرجالية كلها موجودة. بس بتقول خليفة البلوشي وشوف شو بيقدمولك، شوف شو بيقدمولك في بيت الواسط. يقولكم من 2016 ما سووا. ركزوا في العروض القوية في بيت الواسط، عندهم الخواتم الفضة، يستاهلنا خواتنا، الزوجة تستاهل، أمك تستاهل، من أصل 12 ريال تخيل بكم صار 6 ريالات، عيار ثقيل عمي، مع البوكس مع كل شيء، والتوصيل مجانا. وأيضا الكرت عليه ضمان سنة على كل حاجة. تعال عمي على السوارات، من أصل 16 ريال مع البوكس، اكتب عليه اي كتاب، البوكس الراقي فيهم، من اصل 16 ريال صار كم؟ 10 ريالات. تستاهل الزوجة، اختك الشيخة تستاهل، امك القمر تستاهل. تعال عمي على الساعات الفضة، اشكال وانواع معاهم، اسعارها تبدأ من كم؟ من 40 41، اسعار ثابتة صحيح؟ مع البوكس والتوصيل مجانا. شوفوا ما شاء الله، عيار ثقيل عمي، عيار ثقيل. واكتب اي كتابة. وش تبغي بعد في بيت الواسط؟ بيت الواسط عندهم ايضا فضه مطليه بالذهب، عندهم اشكال وانواع معاهم في بيت الواسط ما شاء الله تبارك الله. ايضا البوكسات هذه كلها عليها تخفيض 20%، مثلا عطر وكمه، وخذ البوكس الجلد هذا واكتب عليه اي كتابه. تخيل هذا البوكس بكم؟ من اصل كم؟ 17، صار 11 ريال عمي، والتوصيل مجانا. تهدي اخوك ابوك الشيخ يستاهل. بوكسات اشكال وانواع معاهم، مع الساعات، تبغوا نسائي تبغوا رجالي موجود، ها ساعات نسائيه ساعات رجاليه. تعال عمي ركز على الكميم، تبدا بكم الكميم الاسعار؟ 17 ريال. من 17 ريال عندهم اشكال وانواع للكميم في بيت الواسط، قسم كبير ما شاء الله، اشكال وانواع. تعالوا ايضا هنا البوكس هذا تختار فيه مصر، المصاره من اصل 35 سوبر تور، ما صار ب 30 ريال من طرف خليفه البلوشي. اذا بغيت بوكس كمه، عصا، عطر، محفظه، مصر، هذا البوكس تكتب عليه اي شيء، مناسبه عرس، بس قول من طرف خليفه البلوشي، ولكم اللي يرضيكم في بيت الواسط. تعالوا على العود السيوفي معاهم، من اصل كم؟ 25 ريال صار 15 ريال من طرف خليفه البلوشي، والتوصيل مجانا. ثبات قوي، بيت الواسط ما عندهم مره. تعال عمي على عطر الشعر، 1/2/3 من اصل 26 صار هذا البوكس نفسه، هو ذا نفسه 16 ريال عمي وشيل. عندهم جميع انواع العطور، عندهم المرشات الحلوه. تعالوا على العطور الفي اي بي، هذه العطور اذا خذيت العطر هذا ب 18 ريال الثاني مجانا، 100 ملي، ثباته فوق 24 ساعه، ما ثبت تعال عمي رجع عطرك خذ فلوسك، هذا كلام بيت الواسط. تعالوا على البخور، من اصل 20 صار 15 ريال، عود الجوهرة، عندهم جميع أنواع العود، عود الأمير، عود ثمين، عود ملكي، أشكال وأنواع العطور معاهم، أشكال وأنواع العطور. أي عطر تأخذ هذا ب25 الثاني مجانا، ضمان الجودة على العطور، ما ثبت هم بيجلع عنك العطر وبيرجعوا لك فلوسك، ما عندهم.
رواتب نازلة، وش تنتظرون في بيت الواسط؟ الفضيات والهدايا والكمين والمصارة والبخور ودفن العود وأيضا العطور القوية معاهم، ضمان الجودة على العطور، ما ثبت رجعة خذ فلوسك عني، من غير ضمان على الفضة سنة كاملة مجانا من معاهم، شو تبغون بعد؟ هالعروض إلى 1/3/2022، التوصيل مجانا من طرف خليفة البلوشي، وش تنتظر عمي؟ الرقم في الفيديو، اطلب اللوكيشن، اطلب أي حاجة من الفضيات، مثلا مناسبة أعياد ميلاد، أعراس، ما شابه، فرصة. بيت الواسط أول مرة يسووا هالعروض، من 2016 ما سووا هالعروض، الحق ما تلحق، ما دام إن الرواتب نازلة. اطلب اللوكيشن، الشيخة تستاهل، أمك القمر تستاهل، أبوك زين تهدي من هالهدايا، أخوك وزع الإعلان، وش تنتظر عمي؟ أهالي يزكي، الولايات القريبة من يزكي اللي موجودين في محافظة مسقط، اطلب اللوكيشن، التوصيل مجانا، الرقم في الفيديو، الحق ما تلحق.